تقول لي الكرة متوقفة، تقول لي كورونا، تقول لي ايا كان ايه، الصفقات دايما مولعة ودايما اخبارها حلوة. اصل ايه اللي هيحصل؟ إيه سونر او ليتر هترجع الكرة، وسونر او ليتر هترجع الصفقات. فاذا الصحافة تبتدي تعمل شغلها، ومن دلوقتي يبتدوا يشتغلوا على يعني كتابة بقى وتأليف وحس الصحفيين والمعلومات والكلام الجميل اللي احنا بنسمعه في الصحف الاوروبية. النهاردة جايين نتكلم على صفقات مهمة، ابرزها هو اللي بيحصل في مدريد وبناء جيل جديد من الجلاكتيكوس بثلاثي هجومي ناري. هنتكلم على الفوضان اللي لامبارد عايز يعمله في تشيلسي وبيع اكتر من 8 لاعبين من الصفوف الاولى، وباميانج راح اللي رايح فين، هنعرف مصايبنا السودة. نيوكاسل يونايتد اللي الكلام دلوقتي مش على لاعبين بس، على المدرب العظيم موريسيو بوتشيتينو، والكلام ان هو هياخد 19 مليون يورو في السنة ليه هو، غير ال 300 مليون بادجت اللي هيصرفها على لعبته والبروجكت الجديد. مشاكل ماني مع كلوب وليفربول، سانشو يقترب من الرحيل، وبرشلونة ابحث عن المهاجم الخارق بين 2 اوبشنين. هنتكلم في كل ده، وهنتكلم عن كل حاجة، اشاعات ولا رزع ولا حقيقة ولا ايه اللي بيحصل. لو بتحب الحلقات دي اعمل لايك وسبسكرايب وافتح التنبيهات عشان توصلك حلقاتنا اول ما تنزل. تابعنا دايما على الفيسبوك، تابعنا دايما على انستجرام عشان بتنزل اخبار مختلفة، ويلا نشوف مين رايح فين. اهلا بيكو يا رزيعة في حلقة جديدة من حلقات رزع اوروبا، حلقات الانتقالات اللي بقالنا كتير جدا ما عملناش، الحلقات اللي بنقعد نهري فيها في رزع الصحافة بتاعت انجلترا وصحافة اسبانيا زي الاي اس وزي الماركا، وكله بيهري دلوقتي. طب يا عم سري قولي الهري جاي منين دلوقتي؟ اقول لك يا عم احمد، لو بصينا على عم مورينيو، فمورينيو يبحث بقوة دلوقتي على اقناع البلجيكي مونييه ان هو يجي كبديل لسيرجي أوريه اللي متذبذب مستوى جدا، دايما مهزوز. مونييه صفقة ببلاش، عايز مورينيو يقنع الراجل ان هو يجي يتدرب تحت السبيشال وان، خلاص ما يمديش مع باريس، باريس بتحاول تمضي معاه على اقل سنة عشان ما تبيعوش، لو حتى هتبيعه تكسب فيه. مورينيو وتوتنهام بيحاولوا يحلوا الصفقة اللي انا شايفها صفقة واقعية جدا. الراجل عنده 28 سنة، بتهيالي هيحب يجي يلعب في توتنهام، هيلعب اساسي اكيد على أوريه اللي بقول لك مستواه يوم يعني يمين ويوم شمال، ويجرب فكره البريمير ليج ويجرب السبيشال وان. طب في قدوم مين تاني في توتنهام؟ في قدوم راكيتيتش كلام عن خلاص، يعني هو سونر او ليتر برضو ايه اللي هيحصل. الراجل ده راحل عن برشلونه، قرار واضح وصريح، هيروح فين؟ مورينيو بيبحث عن خبره في نص الملعب. ليه بيبحث عن خبره واحد زي راكيتيتش في السن ده؟ لان هو عنده ندومبيلي اكس كبيره. الراجل طلع اتكلم عليه وانتقده اكتر من مره، السنة دي قال له واضحة وصريحة ان دومبيلي شوف لك فريق. ففي كلام انه هيحصل صفقة تبادلية بين توتنهام وبين برشلونة، برشلونة هتدفع فلوس بالاضافة الى راكيتيتش على انهم ياخدوا ندومبيلي. كلام كتير جدا دلوقتي على صفقتين، وهما صفقتين مسميينهم الصحافة كده صفقتين ال 100 مليون استرليني هيدفعوا اول ما الباب هيتفتح، وهو صفقة راؤول خيمينيز كبديل لهاري كين، كون ان هو بديل على الدكة او ان هو يلعب معاه، او حتى عن رحيل هاري كين، وهنيجي للحتة دي لما نتكلم هو رايح فين مش هحرق لكم. لكن الصفقة التانية هو ديوب، لاعب والمدافع الفرنسي اللي بيلعب في ويست هام. مورينيو شايف ان هو محتاج يضم مدافع، خصوصا بعد فيرتونجن والدرفيلد اللي لسه الكلام انهم ممكن يرحلوا، والنقص الشديد اللي شفناه طبعا في المركز المهاجم بعد اصابة هاري كين، بتتكلم ان انت في اشد احتياج لمهاجم يكون موجود عندك بقوة. طيب نمسك من هنا ونخش على هاري كين. قلت لي يا سري رايح فين هاري كين، ماشي ازاي هاري كين هيمشي؟ اقول لك يا محمود ماشي. الكلام دلوقتي بيتقال انه خلاص الراجل شايف انه هو جاب اخره مع المهمه بتاعه توتنهام، اتكلم كده بمشاعر شويه، عارف الكلام الاخير اللي هو انا معاك ولا انا مع توتنهام طبعا، بس الواحد دايما بيبحث عن فرص احسن في كاريره. الكلام انه هو ممكن يروح يونايتد بيبحث عن مهاجم. طبعا المبلغ اللي مطلوب في هاري كين مش هيقل عن 100 120 مليون يورو، لكن الاقرب شوف للصفقة
الصفقة دي هو اليوفي. اليوفي بيبحث عن مهاجم بعد طبعا كبر سن جدا هيجوين كلام ان هو دلوقتي كمان موجود في الارجنتين مش عايز يرجع خايف من الكورونا، كلام ان هو خلاص في اخر عمره. لا، السيدة العجوز تبحث عن مهاجم صريح يلعب للسيدة العجوز. طب الكلام على مين تاني هناك؟ الكلام على جورجينيو. جورجينيو اللي هنيجي نتكلم على لما نتكلم على الراحلين عن تشيلسي. لكن طبعا مين عايز جورجينيو لما يرحل؟ اكيد هيبقى مستنيه يعني موريتسيو ساري اللي جورجينيو معاه في نابولي، راح تشيلسي قام جايبه معاه. كلام دلوقتي الصحافه قالت لك طب واقعيه يوفي، يبقى خلاص جورجينيو. جورجينيو طلع نفى الكلام ده وقال لك انا مبسوط في تشيلسي، لسه عقدي فاضل لي فيه 3 سنين، ما اظنش ان انا محتاج ان انا امشي دلوقتي. لكن كلام ان لامبارد ما بيستخدموش ولا اسيست من كينج اوف اسيستس بتاع الدوري الايطالي اللي جاي من نابولي، ان هو الخارق مع لامبارد. اذا فشلت صفقه جورجينيو تاتي صفقه الاهم من وجهه نظر السيده العجوز، وهو ميلينكوفيتش سافيتش. غالي عن جورجينيو شويه، بتتكلم ان لاتسيو ده الرجل الاهم لها، الرجل اللي مخليها تنافس السيدة العجوز نفسها على الدوري وتعمل المفاجأة السنة دي. بتتكلم ان سعر الرجل ده في 100-120 مليون. يعني انا مش عارف اليوفي يقدر يدفع. اظن لو خلص في كين مش هيخلص في سافيتش، لو خلص في سافيتش مش هيخلص في كين. يعني اصلا ما بيدفعوش الارقام البلوكات دي على طول كده. يعني اخر صفقة عملوها بالمبلغ ده كان رونالدو، ورونالدو يعني مضمون 100% ان هو هيجيب حقه حتى لو دعائيات. بس اخر اخبار طالعة من عند اليوفي هو احتياجهم لسيميدو، احتياجهم الشديد لهذا اللاعب، الراجل اللي شوية ممكن يكون بيتبدل مع سيرجي روبرتو، عنده مشاكل في البارسا. اكيد هو طموح عالي جدا ان هو يكون موجود حتى في البارسا كبديل، لكن اليوفي يقدر يقنع سيميدو ان هو ينضم، خصوصا لو هيلعب بشكل اساسي تحت ساري. في ايطاليا مفيش اخبار غير من عند انتر ميلان جاية ان لو طارو مارتينيز خلاص النادي حس ان الواد ده مش هيقعد اكتر من كده، الواد ده فرط مننا، العروض خيالية في اخذ هذا اللاعب الارجنتين. برشلونة هو التارجت الاول ليهم، برشلونة هو اللي مستني لو طارو مارتينيز، مبلغ 125 مليون يورو مطلوبين فيه توتو على كبوته. الاغرب ان انتر مكتوب انهم بيفاوضوا بعد يعني لو طارو جيرو، يعني قال لك جيرو بقى هذا اللاعب الخبراتي كده يجي معانا سعر في الحنين ويجي يسد جنب لوكاكو. في كلام ايضا عن مويسكين اللاعب اللي بيلعب في ايفرتون بعد فشله في الدوري الانجليزي، كلام ان هو يعود، هذا الموهبة الاستثنائية الايطالي صاحب العشرين عام عايز يراهن عليه كونتي، عايز يرجعه تاني في ايطاليا بعد ما شفنا نجاحه في المباراة القليلة قوي اللي لعبها مع اليوفي. انتر ما زالت تبحث على صفقات يعني من الدوري الانجليزي زي اللي شفناهم بيعملوها، زي يونج وزي الواد الباك رايت بتاع تشيلسي ده اسمه ايه، موزيس. دلوقتي بيتكلموا على شونج ببلاش من مانشستر يونايتد، مش عايز يجدد عقده هناك الولد، وشايف ان كونتي بيوعده بطموحات في الفريق الاول. هتبقى صفقة من وجهة نظري خاسرة جدا هذا اللاعب الهولندي الناشئ ليونايتد، وممكن تكون قدام الله أعلم حاجة كده زي بوجبا اللي بعته ببلاش لليوفي. كلام أيضا عن فيرتونجن في الإنتر بعد كلام إن هو خلاص عقده مش هيتجدد، فيرتونجن راحل عن مورينيو، كلام إن كونتي محتاجه بشدة في دفاعات إنتر ميلان. لو رجعنا لإنجلترا شوية واتكلمنا عن السيتي، فالسيتي الأمور شوية هادئة إلى بحث أمر البان بتاع سنتين. لعيبة كتيرة بتتكلم انها ممكن ما تجددش تعاقدها، ممكن تلاقيهم بيمشوا اوتوماتيكلي لو ما فيش تشامبيونز ليج، خصوصا يعني ان اللعيبة بتكبر عندهم سنة سنتين باقيين، فمش عايزين يقضوها في حلم الدوري اللي هم كسبوه اكتر من 17-13 الف مرة. لكن ما زال الكلام طالع ان هم بيبحثوا عن المدافع العالمي بنوتشي من اليوفي. يعني بنوتشي لسه كان بيلعب شوية في اليوفي ويوم رايح ميلان مهزوز، الراجل مش مستقر ابدا. كلام ان جوارديولا حس ان ده اللي هيظبط له الدفاعات، خصوصا باصابه لابورتي. لابورتي يرجع يقف جنبه بنوتشي، فهو يعتقد ان هذا اللاعب هيسد له بعض المشاكل اللي واجهها كبيره وخسرته تقريبا الدوري هذا العام. ما زالوا في استمرار البحث عن ليفت باك. طبعا مندي ما اثبتش لجوارديولا ان هو الاحق، زيتشينكو بيطلع اعاره وبيلعبه شويه ويرجعه شويه، مش هو اللعيب برده اللي معتمد عليه. فجوارديولا اكيد هيبقى بيدور
هيضم اكيد لاعب ليفت باك في الوقت القريب. وعلى سيرة الليفت باك احب اقولك ان في لاعب متاح في السوق بسعر خيالي، وهو واحد من افضل الليفت باكس في العالم او الملقبين اللي عندهم بوتنشال عالي قوي، اليكس تيلس البرازيلي اللي بيلعب في بورتو. بتتكلم ان اللاعب عنده سنة واحدة باقية ومش هيجدد عقده، فبتتكلم ان اي نادي دلوقتي يقدر يخلص فيه بمبلغ 15-20 مليون، وانا شايفها صفقة هدية للي يقدر يقنع مدير اعمال هذا اللاعب ان هو يمضي بالمبلغ ده. ليفربول بقى البطل اللي بيحصل عنده اشاعات طالعة ان ماني عنده مشاكل مع كلوب، وبيتكلم ان هو خلاص عايز يرحل، هيكمل الدوري الانجليزي لو هيكمل ويرحل في الصيف، متضايق من فكرة العروض اللي اترفضت من ريال مدريد، خصوصا ان مدريد بتتجه الى ثلاثي اخر تماما هنتكلم عليه في الفقرة طبعا بتاعت مدريد الاخيرة. لكن الكلام ان هو خلاص يعني شوف انت بقى امورك رايحة فين، وعشان كده فيرنر كلام كبير قوي انه خلاص شبه دان ديل، اتكلم مع كلوب، كلوب اتكلم مع والده واتكلم مع مدير اعماله، الماني مع الماني، اتفقنا يا حبيبي. خلاص فيرنر بيرابلس تقريبا مكان ماني كليفت وينج في ليفربول. ليفربول كمان كانت داخله في صفقة هافرتس، هذا اللاعب الالماني البلاي ميكر، لكن الراجل شايفين انه سعره مبالغ فيه شوية، باير ليفركوزن طالب 120 مليون مقفولة في هذا اللاعب البلاي ميكر الصريح. انا شايف انهم في اشد احتياج لهذا اللاعب. هتشوف ايه اللي هيحصل. الصحافة بتقول ان تشيلسي الناحية التانية هي الاقرب الى صفقة هافرتس، اللي خلاص يعني ابراموفيتش وعد لامبارد ان هذا اللاعب باللون الازرق في الصيف اللي جاي. ابتدت تشيلسي تشتغل، تشيلسي داخلة بقوة، ابراموفيتش كيفه لامبارد، شايف ان البروجكت بتاعه بدون ولا مليم عمل له كده. طب اقول لك على حاجة، انا هصرف لك بداية من حكيم زياش اللي جاي، ثانيهم هافرتس اللي الكلام بيقول خلاص دان ديل. قبل هافرتس كان في كوتينيو، بشده برضه كوتينيو ان هو مقرب من تشيلسي، لكن طبعا انك تمضي مع لاعب شاب، لاعب بهذا المستوى، لاعب يديك للمستقبل اكتر، اكيد صفقه مضمونه 100% بصراحه. طب مين الراحلين عن تشيلسي؟ بقول لك في مجزره لامبارد عاملها، في 8 9 لعيبه كده على الليستة اوت. مين هما؟ اقول لك جيرو، اقول لك ويليان، اقول لك جورجينيو، اقول لك كيبا، اقول لك زوما، اقول لك بيدرو، اقول لك ايمرسون، اقول لك باركلي، كل دول عليهم لا خلاص يعني ما فيش اكتر من كده. كانتي كمان مش في الليستة البيع، لكن باريس عرض عليه مبلغ كبير، بتعرض على اللاعب طبعا الفرنسي ان هو ينضم بقى لاهله والاهل بيته ويكسب كام دوري فرنساوي قبل ما يعتزل، وبرضه صفقه تحسها يعني فيها سنس واقعية شوية، هنشوف لامبارد هيقدر يحافظ على لعيبه المهم جدا ولا لا. معلش انا عارف ان الاخبار كتير عند تشيلسي، لكن ايضا في صفقتين الكلام متقرب منهم جدا، هو اونانا لاعب ايكس مش بس عند تشيلسي، اونانا كلام ان هو مطلوب في برشلونة ان هو يكون حارس تاني، مطلوب كمان في تشيلسي ان هو يرابلس كيبا اللي قلت لك عليه ان هو ايضا ممكن يرحل. اونانا حارس خلاص اعلنها رسمي، قال لك جه الوقت ان انا انتقل الى فريق اكبر، جه الوقت ان انا اخد خطوة اكبر، ان انا اروح فريق احسن لي، وهو على فكره ناشئ من اكاديميه برشلونه، فهو اتكلم ان هو يرحب جدا ان هو يروح خصوصا البلوجرانا ويرجع فريقه. واخيرا ايكاردي، ايكاردي الكلام ان هو مش باقي مع انتر ميلان، كونتي مش عايزه، كونتي بيشوف ان هو خلاص يستفيد ببيعه، باريس سان جيرمان الاعاره بتاعته بتنتهي، تشيلسي داخل في صفقه ايكاردي، تشيلسي شايف ان برده ابراهام محتاج يدعم بمهاجم اتقل من كده. لكن بعد ما اتكلمنا عن الصفقات الكتيره دي، نفترض ان مثلا دلوقتي بقى عندك زياش وبقى عندك هافرتس وبقى عندك ايكاردي، هل حرام من جمهور تشيلسي ان هو يبقى بيقتل لعيبه زي ابراهام وماونت واوتسون اودوي واللعيبه اللي احنا شفناهم بيطلعوا، ولا لامبارد هيعرف يعمل الروتيشن المحترم ويمكن لعيبته كلها انهم بيعملوا ميكس بين اللعيبه النجوم واللعيبه الشباب اللي هو نجح بيهم جدا السنه دي. نيوكاسل بقى يعني الكلام خلاص بيقول لك الصفقه بتتم هذا اليوم او بكره بالكتير، هيعلن خلاص ان السعوديه تملك هذا النادي، والصندوق الاستثمار بتاعهم خلاص هيعلن ان هو املك هذا النادي نيوكاسل. واكتب يا صحافه واكتب، قلت لكم الحلقه بتاعت نيوكاسل طبعا انا ما كنتش متخيل انها تعجبكم قوي كده، دخل على ربع مليون، بشكركم جدا. لكن اتكلمنا على صفقات مرعبه، صفقات في الهوا زي مبابي كده. دلوقتي بنتكلم على مين؟ دلوقتي بنوها صح، قال لك بوشيتينيو جاي بمبلغ 19 مليون يورو في السنه، اغلى مدرب في العالم تقريبا، هيو
ديوازي سيميوني دلوقتي بالكلام ان هو حاطط له بادجت 300 مليون يورو ان هو هيصرفهم. اول الصفقات دي مين؟ اول الصفقات هو كولوبالي. كولوبالي اللي رفض بعض من الأندية دفع 90 مليون او 100 مليون فيه. شايفين ان نابولي بتبالغ في سعر لعيب عنده 29 سنة ما هوش حتى يعني يقدر يديك زي اللعيبة الصغيرة زي ماجواير او زي فان دايك شوية لما جه. مين يقدر يدفع؟ قالك نيوكاسل. نيوكاسل عايز تعرض على الراجل ده هذا المبلغ وبتديله كمان مبلغ خيالي في السنة أجرة ايده. الراجل ممكن نشوفه بيلعب في نيوكاسل السنة الجاية، هنشوف. فان دي بيك الى نيوكاسل ايضا اخبار بتترطرط في السوق، واقتراب ايفرتون ايضا في دخول هذه الصفقه. يعني فان دي بيك عايز يجي الدوري الانجليزي، شايف ان هو قريب من اللعب لو ما جالوش ريال مدريد. واخيرا صفقتين يعني مضحكين، واحد هو فيل جونز كلام انهم عايزينه من يونايتد، يعني ستيف بروس قال لك انا احب اللاعب ده جدا ب 12 مليون، حاجه خفيفه كده نبتدي ننقنق بيها احتفاليه البيعه. واخيرا بيل قال لك بيل هو اللاعب او النادي الوحيد اللي يقدر يشتريه هو نيوكاسل، اللي يقدر يدفع له هذا الاجر الخيالي ويقنعه ان هو يسيب مدريد عشان يرجع البريمير ليج مره ثانيه. ارسنال يعني سيبني في حالي الله يخليك، سيبني في حالي الله يخليك. يعني انا ما بسمعش حتى في الصفقات وانا قاعد في الكورونا وهم ما بيلعبوش بيضايقوني. قال لك اوباميانج خلاص، يعني النادي مش عايز يجدد اكتر من سنه، والنادي عايز يبيعه باي مبلغ عشان ما يبيعوش ببلاش السنه اللي بعدها. وفي حد ذاته ده تفكير ايجابي، يعني لو مش هتعرف تخليه اوباميانج طالب 400 الف استرليني في الاسبوع. قال لك زي بقى اتنغنغ شويه اخر حياتي زي اللعيبه بتاعت الدوري الانجليزي العاليه وبتاع، انا هداف البريمير ليج. ارتيتا طلب ان هم يبيعوا، يعني قال لك لا خلوه وبيعوا لعيبه كتيره جدا من اللعيبه اللي وصفهم بالفلوبس اللي هم الفشله، بيعوهم يا جماعه وادوا لاوباميانج العقد اللي هو عايزه لانه لاعب مهم جدا. صفقه ايضا بيقولوا ان هو تمت خلاص، هو اللاعب توماس بارتي من اتلتيكو مدريد كلام ان هو خلاص حب ينتقل الى الدوري الانجليزي. قال لاهله والمقربين ليه ان هو خلاص شبه اتفق مع ارتيتا، الراجل جاي الى صفوف المدفعجيه قريب في اخر الصيف. تسمع كلام ينقط عن ويليان، ويليان جاي ارسنال، جاي يقبب ايه ويليان؟ ما تعرفش ويليان ببلاش، ما عندوش عقد خلاص، الراجل هيمضي، عايز بس حد يقبضه كويس جدا عشان يديله البريفليج بتاع ان هو هيمضي ببلاش. فطلعت الاشاعه بتاعت ارسنال دي، وطلعت اشاعه ليفربول برضه ان هو هيروح يقعد دكه هناك، لكن انا اتوقع انه ممكن يروح اليوفي في الاخر، عارف اللي هو ايه؟ النادي اللي يحب الصفقات ببلاش، هاتوا هاتوا. اخيرا في انجلترا هنلاقي يونايتد، يونايتد يعني بيشتغل، يونايتد بقى بيصرف، شكله ناويها السنه دي في الصيف. بيبتدي بمين؟ بيبتدي بخيار واحد من الاثنين، يا جريليش يا ماديسون، والاقرب هو جريليش مش ماديسون. ماديسون كلام ليستر مأفوره في بيعه، بتتكلم انه لعيب عالي قوي، لعيب صغير جدا عنده 21 سنه، عايزه فيه من 90 ل 120 مليون، فجريليش السعر الاوقع خصوصا لو استون فيلا هبطت بعد ما كملوا الدوري او ما هبطوش. جريليش رافض خلاص ان هو يكمل، شايف ان لو جاله عرض هيعرف يقبله ويروح لصفقه اكبر، ونشوف بقى امكانيات جريليش مع اللعيبه العاليه قوي اللي في يونايتد زي برونو فرنانديز وزي بوجبا اللي اتكلم ان هو قاعد. قال لك لا انا يعني عايز فرصه، انا انبهرت بمستوى برونو واحب ان انا العب جنب اللعيب اللي يعني لازم تلاقي لعيب عدل عشان تعوز تلعب، حاجه غريبه. طبعا انت عايز تسمع المهم وهو سانشو. سانشو اقرب حد ليه هو يونايتد، احب اقول لك كده، احب اقول لك ان كله رفع ايده من سانشو شويه دلوقتي، ويونايتد هو الاقرب، يونايتد اللي عارف يدفع الاجر المناسب، يونايتد اللي بيقول له انت رقم 7 الجديد. وطبعا بقول لك الصحافه ما بتمسك في اي حاجه، يعني سانشو كان طالع لايف من فتره على الانستجرام وبيتكلم، فواحد كساله قال له يعني لو انت رايح يونايتد اشرب ميه، فقام شارب بق ميه. فطبعا يعني ممكن يكون الراجل عطشان يعني، فاهم؟ هو ما عندوش رمضان عطشان، فيعني عادي، ما عارف لو بس قال لك خلاص كده يبقى هو يونايتد، لكن هنشوف الايام الجايه هتثبت. من الراحلين وايضا دي اخبار حلوه جدا لجمهور اليونايتد هو سمولينج، يعني روما عايزه سمولينج، منبهرين بسمولينج في ايطاليا، سبحان الله. يعني قال لك يونايتد بقى هبله بقى 30 مليون، مش هو ده اللي انقذ لكم الموسم؟ 30 مليون طبعا روما بتقول لهم لا يعني مش ما احنا شوبلي برضه، يعني نتفق كده ونشوف الموضوع يمشي ازاي. اظن ان هم هيوصلوا لعقد في الاخر. ايضا من الراحلين المؤكد هو لينجارد وبيريرا، الاثنين دول بيبحثوا عن نوادي اي داهيه تشيلهم ويبقوا يعني يخففوا عن احمد كمال شويه. طبعا وانا معدي هتلاقي بايرن ميونخ واقفه كده في السوق بتتكلم على سانيه. استاذ سانيه
حد يا جماعه كلم جوارديولا على سانيه، حد شاف سانيه؟ وانا انا مش عايز حد غير سانيه، يعني حاجه بقالنا 3 باب انتقالات و14 حلقه بنطلع نقول بايرن ميونخ عايزه سانيه، وسانيه عايز يروح بايرن ميونخ، وسيتي قافله الباب بالمفتاح. عموما دلوقتي ابتدوا يعني يضغطوا على سانيه نفسه بقى بشكل اخر، وهو دخول في صفقه فيرنر، دخول في لحق ليفربول قبل ما تخلص الصفقه. طبعا فيرنر لو جاله بايرن ميونخ يعني هيبقى ده يعني اي لعيب الماني هو ده حلمه يا جماعه من الاخر، يعني يقول لك بقى ولا بريمير ليج ولا برشلونه، لا انا عايز العب في بلدنا في فاهم، اكسب دورينا واكسب كاسنا وشكرا. واخيرا ناتي لاخر الحلقه مع القطبين الشمالي والجنوبي، برشلونة وريال مدريد. سريعا، برشلونة ما عندهاش الكتير، برشلونة تبحث عن مهاجم، هي صفقة واحدة، لو طاروا مارتينيز، لو طاروا هو كل اتجاههم عليه، والكلام ان في كلام ان ممكن لو ما جاش لو طاروا يجي نيمار. تقول لي انت مش بتقول مهاجم، اقول لك ده اللي انا مالي او ده اللي مكتوب ان نيمار يا لو طاروا هيقربوا جدا من برشلونه. انا تقول لي اقول لك ابعد عن نيمار، يعني انا ميسي عايزه طبعا، ميسي حابب جدا اللعب معاه، وايضا حابب لو طاروا وبيشكر فيه وبيطلبه ان هو يكون موجود مع سواريز، لكن الهري كتير يقول لك طب جريزمان هيتبدل بعد كده، لو جبنا لو طاروا نبدل جريزمان بنيمار ويبقى فكين عشان جريزمان مهاجم، قصص كده. طبعا قلت لك ان هم عايزين ندومبي، عايزين ندومبيلي لانه عندهم بلوة اسمها كوتينيو. كوتينيو ده المقلب، انت رحت اشتريته ب 140، راح رجع لك من البايرن ميونخ لبست فيه مقلب، قال لك لا مش يعني مش هنشتريه، عارف اللي هو جرب التيشيرت وما اشتريهاش في الاخر، ده بايرن ميونخ قال لك انسى ان انا ادفع لك فيه حتى 95 مليون، فانت بتتكلم ان انت عايز تبيعه بمبلغ اقل من كده، فانت بتخسر يعني نص تقريبا فلوس كوتينيو. مشكلة، هتشوف هتبيع كوتينيو ولا لا، بيبحث عن اي شاري يجي يشتري يخسر اقل ما يمكن خسارته، ولا ممكن نشوفه ياخد فرصة تانية مع كيكي في الايام اللي جاية. هو اللاعب بيقول انا اتمنى فرصة مع برشلونة، هل ممكن نشوف كوتينيو بيعود لكوتينيو بتاع ليفربول بقى، ولا كوتينيو بتاع البايرن وبتاع برشلونة من ساعة لما مشي؟ مدريد بقى يعني ليلتنا حلوة قوي 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 قوي، يعني شوف بقى يعني بيقول لك مدريد داخلة تصرف كل اللي على الحبل، يعني ايه مش تلبس تصرف كل اللي، شوف هيشدوا الحبل ويبيعوه ويصرفوا. الكلام والصحافه والماركه كاتبه ايه بقى، عامله لك كده ايه، امبابي واقف في النص لابس تيشيرت مدريد، جنبه هالاند وعامل له كده ولابس تيشيرت مدريد، وجنبهم مين بقى، سانشو. يعني يا سلام، بص كل حاجه قريبه من مدريد، عشان اكون صريح معاك مدريد ممكن تفاجئك، مدريد عملت كده قبل كده وجابت لنا الجلاكتيكوس زيدان في اول ما كنا برضو كنا ساعتها اللي هو يا نهار اسود يا جدعان الدنيا باظت ولا ايه كده، باظت الكوره. دلوقتي مدريد بتتكلم انها خلاص هتلحق ما افسده هازارد، ما افسده بديل رونالدو اللي احنا كنا جايبينه ينقذ النادي، لكن انا بقول لك مستحيل يمضوا مع الثلاثه. الاقرب هو امبابي، امبابي نفسه يروح مدريد، واكيد يا جماعه الراجل ده برضو انا بقول لك هو هيلبس تيشيرت مدريد زي هازارد كده، بس انجزوها بدري. يعني احنا شفنا لما اتاخرنا في هازارد الواد بقى بصوا يعني اكسبايرد، جه اكسبايرد ما لحقتوش تحتفلوا بيه. هاتوا مبابي بدري في عز عمره كده وفي عز شبابه، الواد عايز يلعب للفريق، اصرف صح، روح هات نجوم، انت خلاص جبت كميه شباب خياليه. عايز تتكلم في هالاند، الكلام برده على هالاند ممكن يكون واقعي، هالاند عايز اكيد برده يلعب في مدريد، كلام ان دورتموند مش هتقدر تحافظ على هذا اللاعب كتير، فيتمصلحوا ازاي انهم يبعتوا يوفيتش الناحيه الثانيه. يوفيتش اظن ان هو يتمنى يعود للدوري الالماني، يعود الى فريق كبير زي دورتموند، بتهيالي هتبقى صفقه ميك سنس جدا للاثنين، وبلس طبعا ان ريال مدريد هتصرف في الصفقه دي، هتدفع لهم فلوس على يوفيتش. لكن المشكله ان هم ممكن يضغطوا دورتموند الناحيه الثانيه من اشرف حكيمي، اشرف حكيمي اللي زيدان شايف ان هو راجع ان هو ده الرايت باك بتاعه السنه الجايه، لكن دورتموند ممكن تلعب على صفقه هالاند ان هي تخطف اشرف حكيمي ويفضل باللون الاصفر معاهم. زي ما قلنا ان تشيلسي فيها بيع كتير، انا بقول لك هتلاقي مجزره بيع بتبتدي ايضا من مدريد، وبتشوف صفقات بتيجي على طول. مين اللي هيتباع عندك مبدئيا كده؟ عندك جاريث بيل، عندك جيمس رودريجيز اللي مطلوب في
امريكا. يعني ديفيد بيكهام طالبه في انتر ميامي اللي بيملكه ديفيد بيكهام هناك، عايزه يلعب معاه، وطالب كمان ديفيد سيلفا يعني على السيره. فبروجكت مطروح، هل ممكن نشوفه يسيب ريال مدريد فجاه ويسيب الاضواء الاوروبيه ويبقى يعني دخل في سن الاعتزال جيمس؟ صفقه غريبه شويه لكن ما اظنش انها هتحصل. لكن هيمشي هو وماريانو وفاسكيس، هيمشي وناتشو ماشي، وادريزولا انت كده كده مسربه وهيمشي. فحضرتك طبعا هتبقى في اشد حاجه لمدافع، هتبقى في اشد حاجه انك تصرف. الاخبار جايه على مدريد بقوه في الايام اللي جايه، كمان على اوباميكانو، قال لك هو ده المدافع اللي هيسد، هو ده زيدان شايفه المدافع الفرنسي ابن بلده، شايف فيه بوتنشال عالي قوي ان هو يكون من مدافعين الاسطوريين ما بتشيرت مدريد في السنين القادمه. ودي كانت كل حاجة أنا عارفها وسمعتها وقارتها عن الصفقات. قولولي لو أنتوا سمعين أخبار تانية، قولولي لو أنتوا بتتوقعوا صفقات، قولولي يا جماعة فعلا نيوكاسل هتصرف الصرف ده، مين أول صفقة هتتم هناك، مدريد هتعمل الصفقات المهولية دي ولا لأ، شايفين الكلام ده كله رزع ولا كلام حقيقة؟ قولولي في الكومنتات، اعملوا لايك وسبسكرايب وتابعونا دايما، وكفاية رزع قوي لحد كده.